وقت ما كان شي إشكال يتعلق بالتربية والتكوين ستستدعي هيئة استشارية فيها الممثلين ديال جمعية الآباء، وهذو هما أربعة ديال الهيئات اللي الوزارة رسميا معترفة بها وتتعامل معها. وفعلا آخر لقاء لنا كان مع الوزير كان طرح لهذا الموضوع ديال النظام الأساسي، وحاول بطبيعة الحال له هو ولا الناس اللي معاه لرؤساء الأقسام. وأعتقد أن داخل الوزارة كان حاضر السيد الوزير طبعا ورؤساء الأقسام، وحاول بطبيعة الحال يبين واحد العدد ديال الإيجابيات المتعلقة بالنظام الأساسي، وعلى أنه هاد التوقف أو هاد الإضرابات التي يأخذها رجال التعليم ونساء الرجال ونساء التعليم ما في اعتقاده ما بني شيء على شيء حاجة اللي هي على كل حال. وكيبين على وحاول ما يقول على أنه كاين إمكانية ديال إصدار براسيم وإلى آخره لحل هذه الإشكاليات الطارئة داخل الكونفدرالية الوطنية. طبعا الجمعية ديال الآباء عندها مواقف في الواقع أغلبيتها مساندة لرجال ونساء التعليم، وباعتقاد أساسي عندنا داخل الكونفدرالية بأنه لا يمكن إصلاح الوضع التعليمي إلا بإصلاح وضعية رجل التعليم وامرأة التعليم الدرجة الأولى، لأن من خلاله يتم تمرير كل إصلاح. وفي الوقت اللي ما كيعيش شيء الوضعية الجيدة بالتأكيد والحسنة والمريحة طبعا الحال كيس يستبعد أن يكون هناك إصلاح حقيقي داخل المدرسة المغربية. وبالتالي هذا الشيء قلنا احنا كصوت من الأصوات التي تمثل جمعية الآباء داخل قلنا للسيد الوزير بشكل مباشر. بصراحة من بعد ما طالت هاد الإضرابات الآباء مواقفهم شي شوية بدأت كتعبر بشكل آخر على أنه لماذا يعبروا الأساتذة عن حسن نيتهم أمام تصريحات ديال الحكومة، ويوقفوا الإضراب لفترة معينة باش يشوفوا الإمكانية ديال شي حل قريب في الموضوع.